مرحبا بكم وإلى موجز الأخبار. قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة إن قوة من الميليشيا المتمردة تقدر بفصيلة مشاة بكامل تسليحهم وعدد من العربات القتالية سلمت نفسها للجيش في شندي، ورحب بالعائدين من صف التمرد إلى أحضان الوطن وقواته المسلحة. وبحسب مصادر فإن القوة التي سلمت بقيادة ضابط و17 فردا وعربيتين قتاليتين مسلحتين بمدفعين ثنائي ودوشكا ومدفعين علاوة على الأسلحة الشخصية. بحث نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار مع وزير الطاقة والنفط محي الدين نعيم بحث ضوابط استيراد المواد البترولية التي تم الاتفاق عليها مع الجهات ذات الصلة، وأكد الاجتماع تكوين محفظة استراتيجية بمبادرة من بنك السودان لتوفير العملة الحرة للمستوردين، وذلك من إنتاج الذهب ومنع أي شركة من استيراد مواد بترولية بدون إذن مسبق من وزارة الطاقة. كشفت مصادر دبلوماسية أن مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور والمبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيريلو يزوران السودان في 8 أغسطس المقبل. وبحسب المصادر أن الزيارة تتعلق ببحث إنجاح المبادرة الأمريكية الخاصة بإنهاء الحرب في السودان، وذلك عبر مفاوضات سويسرا برعاية سعودية والتي تمت الدعوة لها في 14 أغسطس. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين عن إطلاق حملة ضغط كبرى جديدة لوقف الحرب تبدأ السبت المقبل في كل ولايات السودان. وقال المتحدث باسم لجنة المعلمين سامي الباقر، قال إن الحملة تهدف إلى إبراز صوت المعلمين ضد الحرب، لا سيما وأن قطاع التعليم هو أكثر القطاعات تضرراً على مستوى الطلاب والأساتذة والمدارس. ونوه إلى أن اللجنة قررت إطلاق حملة وقف الحرب تمهيداً لتشكيل أكبر كتلة مدنية من أصحاب المصلحة في إنهاء النزاع ونزع شرعية نتائجه. كشفت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، كشفت عن وجود وتداول للأسلحة في مخيمات لجوء السودانيين في شاد، مما يزيد من تعرض النساء والفتيات للعنف. وقالت إن كيانات الأمم المتحدة وضعت تدابير للتخفيف من هذه المخاطر تشمل الإضاءة في المخيمات والمواقد الموفرة للوقود، فيما يتطلب زيادة حجمها تمويلاً إضافياً. نهاية موجز الأخبار. لمزيد من التفاصيل يمكنكم متابعة نشرة الأخبار عبر قناتنا على اليوتيوب سودانية 24. إلى اللقاء.